أنا صلاح عبد الشكور مدير المركز الإعلامي الروهنجي التابع للمركز الروهنجي العالمي JRC. نحن شاركنا في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة عن مسلمي الروهنجيا المضطهدين في أراكان بورما. هذا الشعب تصنفه الأمم المتحدة الشعب الأكثر اضطهادا في العالم، ونحن هنا نمثل دور المعرف بهذه القضية المنسية عن أنظار العالم، لأن هذا الشعب حقيقة له أكثر من 70 سنة يواجه القتل والاغتصاب وإحراق القرى والمنع من العمل ومنع من حق الحياة ومن حق الغذاء ومن حق العلاج. فنحن من هذا المنبر من دولة الإمارات العربية المتحدة وفي هذا المعرض الدولي نناشد العالم لكي يقفوا صفا واحدا للإنسانية، لكي يعيش هذا الإنسان حرا كريما في عالم الإنسانية. نحن شاركنا في هذا المعرض، معرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير، لأنه حقيقة هو يعني مجتمع دولي بتجتمع فيه كافة المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والعاملة في الإغاثة والتطوير. نريد أن نعرف هذه المنظمات التي شاركت بقضية شعب الروهنجيا لكي يلتفتوا لها، وقد شاركنا ولله الحمد العام المنصرم وحققنا نجاحات كثيرة وعقدنا عدد من الشراكات الإعلامية وأيضا من الشراكات الإغاثة وغير ذلك. ونحن بدورنا في المركز الروهنجي العالمي نشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة ونشكر إدارة المعرض وكافة الجهات التي زارت أو ساندت لإقامة هذا الجناح الخاص بمسلمي الروهنجيا.